تاع تونيزيان نقول لك دمي نقول لك عمري نقول لك احلى ايام تاع حياتي في الفيراج نغني ناس تشجع في الجمعيه مش عتي تروي ربح ولا خاسر حومه خضرا حمرا دراكوي. اخر الساعات للميركاتو تاتي بالجديد في ستاد بانتداب زبير الدراجي وعوده الياس الجلاسي لمركب برد. سكرت بي انا والياس صحيح وان شاء الله يكونوا جونا باهي على ستاد تونيزيان ونقدموا الاضافه انا وجلاسي ديجا لعبنا بعضنا قبل كيف ناسيونال اولمبيك ونعرفوا بعضنا. ترجي رزيس 450 دقيقه دون تهديف رغم تعزيز التشكيله بلاعب الخبره الشاكر الرقيعي وقدوم مدربه الجديد نور الدين بورقيبه. في المقابل دفاعيا ما قبل كان زوز اهداف في خمسه جولات. الهجوم وحده ماهوش هما اللي بيسجلوا ثم من خط من وسط ميدان اللي ماهوش قاعد يساند ياسر الهجوم ان شاء الله في قادم الجولات نخدم عليها النقطه هذه ان شاء الله ونحسنها ان شاء الله. استاد حقق اول فيكتوار في ملعب النيفر اللي يجي بعد سبع مباريات دون ربح في الرابطه الاولى في مباراه زاده لاول مره دفاعه ما يقبلش من اللي بدات السيزون. سيفري وهذه حاجه خدمنا عليها قلنا حتى اللاعبين ونفشلش لا فيكتوار لكن زاده ما يلزمناش نقبلوا اهداف خاطر المباريات كل تقريبا قبلنا فيها اهداف الحمد لله لدوز اوبجيكتيف في تيطا. نرجعوا للماتش استاد ترجي رزيس بتغيير وحيد في كل فريق يوسف الجلاسي مكان الحناشي في البقلاوه والرقاي مكان معمر مع المحافظه على نفس الخطه 3-5-2. ترجي رزيس يلعب الهجوم مع بدايه المباراه الظهير الفادع يتوغل يوزع في دين بن ثابت. استاد بحث على المباغته خاصه عن طريق حسني اللي كل ما لعب كجناح وخرج من مركز راس الحربه صنع الاخطر وجاب مخالفات اللي كان على احداها الخميري قريب من التهديف لكن الحارس هلال يتسبب. صحيح هي البوست نتاعي في الكلوار مي اللي هو الاتاكون لازم يتاقلم في تروا بوست كلوار اليمين واليسار اون بوانت. سيتي اوبليغاسيون تعرف الناس الكل ما عندناش راس حربه توا سريع عندنا جاك مالوريزمون وقت اللي استحقيناه جاته دعوه من الفريق القومي البنيني دونك ان شاء الله مع استرجاع جاك باش يرجع حسني اكيد لمكانه. الكرات الثابته كادت تاتي بالجديد لابناء البقلوه بعد مخالفه من بن عكرمي وكورته جانبيه. ابناء الكوكي يقوي في النسق امام الاختيار الدفاعي لزملاء بحر والتركيز على الجهه اليسرى لدفاع العكار. عمليه اولى تدور الكره فيها كما يلزم الجلاسي يخرج الغاني كومي كورته جانبيه لكن في العمليه الثانيه مع نصف ساعه لعب تتغير النتيجه في كوره بنفس الطريقه جديد لبن علي يخرج كومي هالمره ما يضيعش ويسجل اولى اهداف المباراه وكذلك لول ليه في البطوله وبونتو متاع عمل تدريبات. ديجا تشوف البونتو معناتها مخدوم معناتها في الانترومون وربي جبنا في السواب والحمد لله تمركب. ترجي رزيس دور رده فعل تذكر في المقابل تحركات حسني من جهه وصعود الاظهره كادت تاتي بالهدف الثاني لكن دفاع جرزيس يمنع كل من كومي وحسني من عمليه التهديف. واحد بلاش الاستاد ضد جرزيس بنفس مردود المباريات السابقه في الاشواط الاولى بالدخول بتصور دفاعي اكثر منه هجوم. مع بداية الشوط الثاني زوز تغييرات يقوم بها المدرب نور الدين بورقيبه لوريمي وفرج مكان جابالا والتواتي والبحث عن التنشيط الهجومي لكن استاد قريب من الهدف الثاني بعد كرة ثابتة وكرة حسني على القائم في مرة أولى وفي ثانية خبيب هلال يتصدى. ترجي رزيس يلعب الهجوم شلبي صوب كرته بعيدة وهلال مرة أخرى حاضر للتصدي قدام جديد. المدافع الأيمن لترجي رزيس عاضد الهجوم توغل فيها العملية خرج فرج يسقط والمطالبة ضرب الجزاء والحكم كوشات في أول ماتش لي في الرابطة الأولى يؤمر 6 أمتار. خمسة دقائق أخيرة كانت لستر الغاني أحسن لاعب في البقلاوة يتحصل على ضرب الجزاء بعد تدخل الهلال معاه بنفسه يتولى التنفيذ وهالمرة الهلال يتصدى لضرب الجزاء وتأكيد لحسن استعداد الحارس القادم من وادي الليل. بلانتي كيفاش قريتها؟ والله كيك والله ربك سبحان تبعها انا في الحمد لله. العارضه مره اخرى تحرم استاد من الهدف لكنها ما حرمتش استاد من الانتصار العاشر كمضيف على جرزيس في 19 مقابله ضد ترجي الجنوب عاجز على الانتصار والتهديف. ثم تحسن على المستويات على المقابلات اللي فاتت على مستوى التحكم في الكوره كيف على المستوى الهجومي معناها خلقنا اكثر فرص وكما ما حلفناش الحظ ان شاء الله كما قلت في قادم الجولات انا نحسنوا الخط الهجومي. عندنا جوار صغار دي كاليتي باهيين ان شاء الله ربي يوفقنا بقيه المشوار مازال عام طويل ولاباس علينا ان شاء الله. سجلنا هدف ضيعنا ضرب الجزاء ضربنا كره على القائم دونك مازال عندنا ما نخدموا اكيد خاصه على مستوى النجاح الهجوميه وان شاء الله باسترجاع اللاعبين اللي مازالوا ما حضروش على المستوى البدني ان شاء الله نكونوا يعني اكثر نجاعه في الحاجات اللي ما مشاتش في مباراه اليوم.
الملعب التونسي فهمي يقول لي تأكيد هذا مرة أخرى على أنه عام سنة معناها فريق يلعب من أجل المراكز الأولى في البطولة. هو صحيح رازي كلامك، لكن ممكن أهم ديكلاراسيون قال محمد الكوكي أول عام، قال ضمان البقاء ساعة وبعد نبدأ نحصل الكلاسمو، هذا نصور الهدف يضمن البقاء، يعمل يلم بوانات أكثر ممكن وبعد يبدأ يزين، خلينا نقول بلغة الكرة في الكلاسمو نتاعو. الملعب التونسي المهم كونه اليوم حقق أول 3 نقاط على ملعب باردو اللي تعادل فيه مع السي اس اس، اللي تعادل فيه مع الاتحاد المونستيري، اللي ممكن ولا يدخل في حال تشك، وانا الاسبوع اللي فات كنت موجود في الملعب، يعني ما فهمش علاش باش ما يربحش على مقابلته في الملعب نتاعو. هو فك العقده نتاع 7 مباريات دون بالضبط، هذا هو يعني يدخل حتى في حاله شك، وكان انتصار مستحق اليوم للملعب التونسي اللي على خطى ثابته، يعني بدا تحضيرات على بكري، انتدابات يعني قام فيهم الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي كانت واضحه. اول حاجه تعاقدوا على المدرب محمد الكوكي، حضر على بكري المدرب، يعني امور واضحه. ملعب التونسي فماش علاش باش يعمل موسم سيء، بالعكس كل الظروف طيبه، وذولي هذا الشيء اكدوا انتصار النادي الافريقي في رادس، التعادل مع الاتحاد المنسيري في باردو، وكمل 3 نقاط. نتصور انه الملعب التونسي على السكه الصحيحه الموسم هذا. ترجي الجيسي سيام على التهديف حتى لتوا مسجل حتى هدف، برغم انه تغير الاطار الفني ما صار حتى شيء. واضح في المقابله هذه نتاع الملعب التونسي، ملعب تونس كان افضل على المستويات الكل، ترجي رجيس جاي باش يدافع ومن بعد كان لقى الفرصه باش يستغل غلطه من غلطات الملعب التونسي، لكن الملعب التونسي تي كوريكت في المقابله هذه، ما عملش اخطاء اللي باش يخلصهم. ترجي رجيس شنو وضعيته تو رجيس؟ ترجي رجيس بدايه الموسم صعيبه بالتحضيرات كيف بدا مخر افكتيف، ممكن مكثروا لاعبين شبان، لاعبين زادا من الصنف الثاني من الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه كيف مهم شو تسويت باش يعطيوك المردود اللي حاش كبير، الوضعيه صعيبه، ممكن لي تان باش تصير فريمون تغييرات كبيره في وقته تغيير الاطار الفني. والله نستغرب انا تغيير الاطار الفني، خاصه توا ما نعرفش توا الناس كل تحاسب الاطار الفني، واللي خسر اللي عمل الهفوه الاداريه باش خسرت الجرجيس، خسرت الريزيرف نتاعها مع بنزرت هذاك، ما سمعناش بالاقاله، ما سمعناش لا اقاله لا سمعنا تحاسب. انا علاش يتحمل المدرب مسؤوليه نتاع اول حاجه التحضيرات كما قال خالد متاخره برشا، ما فماش دي ريكروتمون معناها كبار برشا في جرجيس، اكثريتها معناتها ملاعبين من الرابطه الثانيه ولا من لي جون كما قال خالد. بعد يتحمل المدرب نورمالمون، جرجيس كان ينجم يكون عنده 5 بوان كما جاتش الهفوه هذه، راه ما فماش علاش معناها اقاله مدرب، خاصه الاقاله جات خاطر قالك بشكل تاع اتصال ولا شنو هو الحقيقه معناها هو رئيس بالنسبه لترجي جرجيس باش نعطيه حق الفريق. هو المشكله علاش وخرت هي التحذيرات، لانه ثلاث مرات يعني لجلسه عامه انتخابيه وما يترشح حتى حد، يعني هذه مشاكل اداريه بالاساس في ترجي جرجيس. حافظ نفس المدرب اسعد معمر اللي كان على يديه البقاء تاع ترجي جرجيس، لاصعد معمر كانت عنده اختيارات، الهيئه مشيت معاه في الاختيارات، من بعد السوق معناها نقولوا اختلفوا في نهايه الامر، ما مشاتش الامور، فاتفقوا كونه كل واحد يمشي على روحه، معناها هما قالوا يمشي على روح المدرب، والمدرب كان راضي انه يغادر، عرف روحه يقول لك انا مش نمشي نكمل المرحله. راو المدرب ياسين بورقيبه، المدرب بورقيبه اللي موجود اللي هو مدير فني يكمل ياخذ المشوار. دونك بالنسبه لترجي جرجيس انه الانتدابات ما كانتش في وقتها، وان بلوس خرجوا برشا من لعبيه اللي راكيز، ممكن شيكر رجاعي باش يعطي اضافه، لعبيه القدم في جرجيس ما عادش موجودين، يستنى معناها نتصور انه ميركاتو. قول لي ستار تونيزيان، قول لك دمي، قول لك عمري، قول لك احلى ايامات حياتي في الفيراج، نغني ناس تشجع في الجمعيه مش حتى تروي.